المسائية حيث ننطلق مع الصباح، ومع انطلاقة أشواط الحولي والزمول لمسافة 6 كيلومترات، ولدينا 10 أشواط، في مقدمتها 6 أشواط خاصة بالإنتاج والمنتجين. نرحب بكل الحاضرين في عاصمة الملايين، نرحب بكل الحاضرين والمتابعين خلف شاشة قناة ياس الرياضية وقناة دبي ريسينج والقنوات الناقلة. نرحب بكم في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم الجميل، وفي هذا الشهر الجديد الأول من ديسمبر لعام 2023 للميلاد، يوم الجمعة، وننطلق مع الشوط الأول والخاص بذلل المحليات الأصايل من فئة الإنتاج. ونسير مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام منطلقين من خلال هذه الاندفاعات وفئة الإنتاج والمنتجين. نتمنى للجميع التوفيق بإذنه تعالى، مباشرة مع المركز الأول والصدارة الأولى ومقدمة هذا الشوط. هذه غادة أحمد بن حمد بن مبارك بن راشد الشامسي يتقدم هناك في المركز الأول، بينما المركز الثاني سلهودة لحمد بن طرشوم بن صالح العامري أيضا يقدم لنا إنتاجه الفاخر، إنتاج الأب والأم، ومعروف أيضا سلهودة بن طرشوم وإنتاجه الفاخر يقدم نوعياته الجميلة ويقدم أدائه المتميز، بينما المركز الثالث الشعار الوثباوي القادم مع شواهين لراشد بن سلطان بن سيف بن عوش المنصوري راعي شواهين، وراعي أيضا هناك الانطلاقات مع نيران في الفترة المسائية. نتمنى له التوفيق بإذن الله تعالى يا بن عوشة. المركز الرابع القادم كحيلة لهلال بن يميل بن عبد الله السعيدي القادم من السلطنة ومن الباطنة، أتى للمشاركة بإنتاجه الفاخر ومقدما هذه النوعيات الجميلة، والقادم مع أيضا كحيلة. النقلة مباشرة مع المركز الرابع، الوصول والمركز الخامس القادم هناك مع المركز الخامس، هذه البترول لسليم بن مسلم بن قنزول العامري. نتمنى لك التوفيق يا راعي معاند في الفترة المسائية أيضا من خلال اسم معاند الذي صال وجال في عالم سباقات الهجن، يقدم لنا البترول خذت المركز الخامس. المركز السادس في هذه اللحظات الذيب الهلال بن علي بن ناصر السناني خذت المركز ايضا هناك السادس، بينما المركز السابع العنود لعمير بن عبيد بن عمير الكتبي وصلت خذت المركز السابع. المركز الثامن القدوم في ثامن المراكز من مياسة عبد الله بن علي بن نواس الكتبي يتقدم مع مياسة ويقدم لنا هذه الانطلاقة مع مياسة واندفاعاتها القوية والعملاقة، بينما الوصول الجديد هذه الشاهينية صالح بن محمد بن حطم العامري أيضا تقدمت في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء، خذت المركز التاسع. المركز العاشر الوصول من قرموشة للعثة بالخزع بالعثة العامري، هذه العشر المراكز الأولى، العشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط مشاهدين الأعزاء، الباحث عن الفوز والانتصار، الباحث عن انتصارات هذا الصباح الجميل، فئة الانتاج والمنتجين لمن سوف يكون انطلاقة هذا الشوط، لمن سوف تكون هناك الفوز والانتصار. الزعفران بالانتظار مع سمير هناك مع خط النهاية وشاذر الناموس الذي تعودنا عليه، شكرا اتحادي سباقات الهجن على هذا التنظيم الكبير والأكثر من رائع الذي نشاهده بالعين المجردة ويشاهده المتابعون في كافة أقطار العالم. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط حيث غادة أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي يقدم لنا غادة في المركز الأول، يقدم لنا غادة هناك أيضا بأداء مميز وبتحديات جميلة للغاية. حمد بن مبارك بن معيوف لوهيبي يتابعها في عملية التضمير هناك
هزاك وهزاع ايضا المشرف على هذه العزبة في مقدمة هذا الشوط. نتمنى لهم التوفيق باذن الله ولجميع المشاركين. وصلت سلهودة، حمد بن طرشون بصالح العامري يصل ايضا هناك مقدما لنا سلهودة في هذه الانطلاقة المميزة وفي هذا الاداء المتميز. ركز يا سالم الزرعي، ركز. الشوط شوط انتاج، الشوط شوط انتاج، وايضا لذة الناموس في الانتاج غير. المركز الثالث شواهين، شواهين ايضا راشد بسلطان بسيف المنصوري يتقدم. بن عوش يصل ولكن السعيدي ابناء السلطنة وانتاجهم هلال بن يميل بن عبد الله السعيدي مع كحيلة، كحيلة وصلت وخذت المركز الرابع. انعزلنا الاربع المراكز الاولى في مقدمة هذا الشوط. وصل بن قنزول، وصل بن قنزول مع البترول. سليم بن مسلم بن قنزول العامري يتقدم مع البترول ويقدم لنا البترول، ولكن ابناء السلطنة ايضا قادمين من خلال منصورة. مايد بن علي بسلطان الدرعي، وصلت مياسة، وصلت مياسة وابو نواس عبد الله بن علي ابو نواس الاكتبي يتقدم مع مياسة ويقدم لنا مياسة في هذه اللحظات الجميلة. يتقدم هناك ايضا احمد بن علي ابو نواس الاكتبي احد المبدعين دائما والذي يظهر بنوعيات فاخرة. يا ويقدم لنا مياسة في شوط الانتاج والمنتجين. الشاهينية لصالح بن محمد بن الحطم العامري ايضا يتقدم. الدخول الاخر، الوصول من الذيبة لمحمد بن حميد بالدبيلة المنصوري، وصل بالدبيلة، وصل وانتاج بالدبيلة، وشاهين بالدبيلة المعروف في عالم الانتاج. ولكن الخزن القادم المبارك مسهيل بن محمد العفاري من الزاوية الاخرى تقدمت الخزنة في هذه اللحظات، اتت في هذه اللحظات خذت المركز العاشر. هذه العشر المراكز الاولى، العشر المراكز المتقدمة، ولكن وين طاعة، وين طاعة؟ شعار ايضا هناك اللي هو احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. بو فيصل، بو فيصل يتقدم بانتاجه الفاخر، يقدم لنا اندفاعتي. هذا الاسم مع غادة، غادة 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 في المركز الاول، غادة في الصدارة الاولى، غادة في المركز الاول ايضا تتقدم في هذه الانطلاقة القوية. بينما المركز الثاني سلهودة، حمد بن طرشون بصالح العامري يقدم لنا سلهودة، خذت المركز الثاني. المركز الثالث شواهين، راشد بسلطان بسيف بن عوش المنصوري. هذه الثلاث المراكز الاولى، الثلاث المراكز المتقدمة وبقيادة غادة. شعار ابو فيصل يتقدم هذه الشعارات، يسير في اول اشواط الانتاج، يتقدم في اول اشواط المنتجين. وصلت الخزنة مبارك بسهيل بن محمد العفاري، مرحبا براعي صوغة، مرحبا براعي صوغة، ليقدم لنا انطلاقاته المميزة والجميلة، لياتي بهذه الاندفاعات الرائعة هنا ويقدم لنا مظفر بن محمد بن خموش العامري. هذه منوة، منوة تتقدم، منوة وصلت في هذه اللحظات عينها على مقدمة هذا الشوط. يقودها المحيط الهادي علي بن محمد الوهيبي، ولكن غادة، ولكن غادة بدأت تدخل منطقة الأعلام، بدأت تسير في المركز الأول. يتقدم أحمد بن حمد بن مبارك بن رغشة الشامسي على الصدارة، على المركز الأول، على المقدمة الأولى، على هذا الاندفاع والانفراد ما شاء الله تبارك الله. ايضا يتقدم حمد بن مبارك بن معيوف الوهيبي، يقدم غادة والعصافة الابطان، العصافي امان تتقدم في المركز الاول وفي الاندفاع الاول. اول اشواط ايضا هناك المحليات، اول اشواط الانتاج هنا سابع ايام هذا المهرجان من جائزة زايد الكبرى. سلام لبو فيصل، سلام، سلام لبو فيصل، سلام، سلام إلى العين دار الزين، سلام على هذا الفوز، على هذا الانتصار. تهانينا، تهانينا نزفها من الأعماق إلى أيضا أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي على فوز غادة بدون أي أوامر، بدون أي أوامر تذكر. والعصا في الأبطان، مشكور يا حمد يا بن مبارك يا بن معيوف يا الوهيبي الذي يقدم غادة، شكرا. تهانينا والناموس أيضا لهزاع على هذا الفوز والانتصار.
لحظات الوصول. المركز الثاني وصلت الخزنة مبارك بسهيل بن محمد العفاري. المركز الثالث وصول من الشايبة محمد بن حميد بدبيل المنصوري. المركز الرابع من ومظفر بن محمد العامري. المركز الخامس دخول جماعي ما بين الثلاث المراكز الأولى أو الثلاث المراكز القادمة مع الخمس مع المركز الخامس. أتت على أيضا سيناريو جميل يأتي هنا التحكيم الإلكتروني من خلال لمسات الزميل أبو أيمن أيضا حسين السيد الذي يأتي بكل ما هو جديد. الخامس أعطينا إياها بعد أيضا التوقيت الزمني. نعود هنا ونهني أحمد بن حمد بن مبارك برغاش الشامسي على فوز غادة تهانينا والناموس وسلاماتنا لأهالي العين على هذا الفوز والانتصار. أيضا هذه يا غادة حيث قطعت مسافة السباق في 9 دقائق وهنا 24 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الدخول من الخزنة مبارك بن سهيل بن محمد العفاري 9 دقائق 25 ثانية 9 أجزاء من الثانية. المركز الثالث الذيبة أو أيضا الشايبة محمد بن حميد بن دبيل المنصوري ب 9 دقائق 27 ثانية 4 أجزاء من الثانية. من ومن خذت المركز الرابع ب 9 دقائق 28 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمظفر بن محمد العامري. بينما المركز الخامس شوفوا الدخول ما شاء الله تبارك الله 9 دقائق 32 ثانية وجزئين من الثانية. هناك ما بين بطرشوم وما بين العثب الخزع العامري نتركها إلى البرج وخط النهاية والتحكيم الإلكتروني موجود وذلك من خلال هذه الانطلاقة وهذا التميز. شوفوا المنافسة في الانتاج والمنتجين على الأرقام حتى الرمق الأخير منظر جميل ورائع. أيضا رسمته لوحة تراثية رائعة في جائزة زايد الكبرى من خلال أشواط الانتاج. شكرا لكل المتابعين. ينطلق شوط المهجنات ونتمنى للجميع التوفيق.